ألو حاضري، ما تسمعك عشان ما تسمعك مسكر المايك من عندها. انا راح امشي فيها ما سريع بمشي سريع، خالص. وبعدين راح نرجع نحكي بيسر. اول شيء عملنا مايند ماب او ماده الام بي ان جنرال. ماده عم تحكي عن الكوميونيكيشن سكيل فور بزنس اند مانجمنت. شو يعني كوميونيكيشن سكيل؟ هي مهارات التواصل. How people are communicating together. عملنا مايند ماب صغيره هون عم نحكي شو سيشن 1 راح يحكي عن الكوميونيكيشن، راح نقول شو هن communicate، راح نقول البيزنس كوميونيكيشن سكيلز اللي هم الريدنج سبيكينج والرايتنج والليسننج. اوكي، اول شيء راح نحكي عنه تعريف الكوميونيكيشن. كوميونيكيشن از ذا اكت اوف ترانسفيرينج انفورميشن فروم وان بليس تو انذر، يعني نقل المعلومه من مكان الى اخر. هذا الكوميونيكيشن ان جنرال. طبعا التعريف انا ما راح اقول لكم هلا احفظوه، لانه بس بالنسبه للي عنده كويزز تكون عارف التعريف، لأنه ممكن يخليها هيك تكون فاضية، أعطيكم على شكلها تكون فاضية ويقول لك is the act of transferring information from one place to another، ويعطيك اختيارات وأنت رح تختار communication. تمام، فلازم إحنا نكون عارفين الكونسبت. طيب شو تعريف البزنس كوميونيكيشن؟ طبعا جايز أنا ماشي سريع لأنه هذا أوريدي إحنا أخذناه، بس للناس اللي أول مرة تحضر. What does business communication mean أو التواصل التجاري؟ It is sharing information within and outside the organization. يعني هو الكوميونيكيشن هو transferring information. طب بالنسبة للبزنس كوميونيكيشن نفس الشيء، transferring information أو sharing information بس within and outside the organization أو المؤسسة. What are the keys to communicate effectively؟ شو هي المفاتيح عشان نتواصل بشكل فعال؟ في عالم اسمه شونالي شا قالت انه في اشياء اساسيه او نقاط اساسيه من خلالها بنقدر نتواصل تواصل فعال، هي عباره عن نقاط اوريدي انا مترجماهم. اوكي، عشان نروح دايركت على سيشن 2. بعدين what are the business communication skills او مهارات التواصل؟ في عندنا اربع مهارات. اول واحده منهم اللي هي writing skills. writing skills او مهارات الكتابه. شو لازم احنا نعرف بمهارات الكتابه او writing skills؟ اول شيء we need to use formal business English. use formal business English. تمام، نستخدم لغه انجليزيه رسميه. يعني انا هون عم نحكي عن البيزنس كوميونيكيشن او مهارات التواصل في نظام او نطاق تجاري. ف لما نحكي عن الفورمال بزنس انجلش، او بدي انا اكتب ايميل او اكتب لتر او اعمل ريبورت، لازم تكون اللغه اللي بستخدمها شو؟ رسميه او فورمال. It is the type, تعريفه، the type of English used in business contexts such as international trade, commerce, finance, insurance, banking, and many office settings. هذا تعريف formal business English. Number two، أو النقطة الثانية لازم نعرفها بال writing. Know the purpose of the business text you are writing. لازم نعرف الهدف من القطعة اللي احنا عايزين نكتبها، whether it's an email, whether it's a report, or project, أي كان. Number three, organize and structure ideas in writing. لازم نرتب النقاط تبعنا أو نرتب أفكارنا وإحنا we are writing. طيب معش وإحنا بنكتب أو in the writing في مهارات معينة لازم ناخدها بعين الاعتبار. أول واحدة اللي هي the paraphrasing أو إعادة الصياغة. يعني ما بصير أنا أخذ قطعة أو أفوت على جوجل أدور على معلومة معينة وأخذ قطعة وأخذها copy paste من غير ما أعيد صياغتها بأسلوبي. فمعنى paraphrasing restating the idea in the original source in your own words، باستخدام كلماتك الخاصة. وهي مهارة يتم التدريب عليها ولازم نفهمها لأنه نستخدمها بالأكاديميك تكست. أوكي؟ طيب بعد ما عملنا paraphrasing، ما قدرنا نعمل paraphrasing، فشو عندنا؟ شيء اسمه referencing. Yes، المراجع. It is a common practice to refer to other sources of information or research in university writing and some business reports. أخذت أنا شيء من موقع معين، أخذ الموقع هذا والكاتب أو العالم اللي كاتب وأحط الريسورس أو المرجع تبعي. ثالث شغلة لازم نعرفها اللي هي البلاجريزم أو الانتحال، اللي هو إنه أنا أخذ شيء كوبي بيست وأقول إنه هو أو أحط عليه اسمي وأقول إنه هذا شغلي. واضح؟ هذا كله تبع الرايتنج سكيل. نجي هلا على الريدنج سكيلز والاشياء اللي لازم نعرفها عنها. اول شيء وي نيد تو بي اوير اوف ذا بيربس. مثل ما نحن بالرايتنج لازم نكون عارفين الهدف من الكتابه،
نفس الشيء بالريدنج لازم نعرف الهدف من القراءة. Number two, make notes. عامة making notes is important حتى in your life, حتى بدراستكم. ناخد نوت على أساس نعرف وين دائما نرجع نتذكر شو كنا عم نحكي باللكتشر أو حتى إلى الميت. Analyze business studies as you read them, تحليل القطع, وهذا الشيء رح ناخد عنه أكتر في session 2. بالريدنج في أشياء برضه أو تعريف لازم نعرفها. One, read critically. لازم أقرأ بانتقاد. ركزوا بالفروقات ما بينهم عشان الأسئلة بتجي شوي tricky. Read critically is a form of language analysis that does not take the given text at face value but involves deeper examination of the claim. يعني بنقرأ بتمعن عشان نحلل القطعة ونشوف المتطلبات اللي موجودة فيها. Close reading, it is reading a text carefully, looking at detail. عم نقرأ بتفصيل أو بشوي شوي ندور على التفاصيل. إنما هون بنحللها ونعمل تحليل للكيس بشكل عام. ثاني is to look through a text quickly in order to find a piece of information that you want. نمسك وقطعة ونمر عليها سريع سريع لأنه عم ندور على معلومة معينة. Okay؟ إنما skimming, reading something quickly to understand the main points. Skimming لما نمسك هذا الملخص مثلاً ندور أشوف شو النقاط الرئيسية اللي موجودة فيه. هي communication, reading, العناوين. Okay؟ ناخد نعرف عن شو عم نحكي in general. Okay؟ فرق بينهم close reading critically يعني نعمل analyze تحليل القطعة. Close reading نقرأ القطعة بتفصيل ونحط نشوف كل تفاصيلها. Scanning نقرأ من عشان ندور على معلومة معينة. نقرأ عشان نشوف المين points اللي موجودة. خلينا ناخذ سؤال على هذا البوينت. Reading a business case critically means reading the details carefully and then criticizing the writer. Of course. Reading a business case critically means reading the details carefully and then criticizing the writer. True or false? هو tricky عشان yes عشان كلمة criticizing the writer مش شرط أنا أكون بقرأ عشان I criticize the writer. We are you can بس مش شرط. فا it is false. يعني كلمة واحدة ضيع عليكم السؤال. طيب هدول الـ effective reading strategies نقاط بس إنه شو الاستراتيجيات الصحيحة للقراءة. خلينا نروح على طول على الكل الثالث اللي هي skills. It helps at بتساعد explain something clearly using an appropriate level of formality. لازم لما نكون عم نحكي ب business meeting أو ب مع شخص بنطاق العمل نحكي بطريقة رسمية. Adjust your language for audience. اللغة تكون كمان صحيحة. Present on business topic to an audience. نقدم أو نشرح الموضوع اللي عم نحكي عنه للناس قدامنا. Persuade audience in form and direct. لازم نقنع اللي موجودين قدامنا بوجهة نظرنا. شو يعني persuade أو الإقناع؟ تعريفه to move by argument, entirety, to a belief, position or course of action. يعني أقنع اللي قدامي لازم يكون عندي دليل أو حجة أقنع فيها الشخص اللي قدامي بوجهة النظر أو الفكرة اللي أنا حابب أوصلها. واضح؟ نجي لأخر سكيل اللي هي listening and team working skill. وأهم شيء بدي أياكم تعرفوه هون اللي هو تعريف listening actively أو listen actively, which is a skill that can be required and developed with practice. يعني شخص بيقعد يسمع بعمق إنه يكون مركز 100% بالكلام اللي عم ينحكى قدامه. هي مهارة صعبة جدا إنه أنت تلغي كل شيء أنت بتفكر فيه and you listen to what's in front of you or what someone else is saying. خلينا ناخذ هذا السؤال بيجي بالامتحان طريقته بتكون بهاي الطريقه. A week session one, yes. بيجي بهاي الطريقه بيعطي ماتشينج يعني بيكون عليه سؤال ماتشينج. اوكي في اختيارات. خلينا ناخذ على حسب اللي شرحناه ونشوف كيف الاستيعاب. اول شيء مسز جين بتقول Sarah, please read through the case and very quickly. And could you tell me what is the net income and total assets of Microsoft? Ms. Jane, Sarah, please read through the case and very quickly. And could you tell me what is the net income and total assets of Microsoft? Sarah will be
scanning the case, listen actively, skimming the case, good persuasive skills, or reading critically. Scanning ولا skimming. Bravo. To find a piece of information. هي عم تدور على معلومة معينة. عم تدور على معلومة قالت لها دوري لي على النت income. طيب أحمد, you have to read the details on the case study on General Electric cautiously and examine the situation described carefully, said the team leader. Ahmed will be listen actively, skimming the case, good persuasive skills, or reading critically and analyzing the case. Ahmed, you have to read the details on the case study on General Electric cautiously and examine the situation described carefully, said the team leader. He will be scanning, listen actively, skimming, or good persuasive skills, or reading critically. What do you think? Thank you, Monique. What do you think, guys? He will be reading critically. ليش؟ لأنه he قال له read the details on the case study on General Electric cautiously and examine the situation described carefully. So it will be read critically and analyzing the case. Mrs. Maryam, this is a case study of Toyota Motors. I need a brief summary. Keep it short for only the most important information that tells me what is the case about, and quickly, please. Scanning, listen actively, skimming with persuasive skills, or reading critically. This is a case study of Toyota Motors. I need a brief summary. Keep it short for the only most important information. Keep it short for most of the information, and what is the case about, and quickly, please. Skimming or scanning? هلا سكانين حطيناها فوق سكيمينج. لا بس شوفوا تعريف السكيمينج. Reading something quickly to understand the main points without studying in detail. صح؟ فهي قالت لها read through it quickly and tell me what is the case about in general. صح؟ اوكي؟ خديجة can always get other people to understand her point of view through good explanation and the use of evidence to support her point. This means scanning, listen actively, skimming, good persuasive skills, or reading critically. Khadija can always get other people to understand her point of view through good explanation and the use of evidence to support her point. خديجة دائما بتقنع الناس وجهة نظرها. Good persuasive skill, yes. John always concentrates on other person in saying so that he understands well. He gives other full attention and the encouragement without bringing his own idea. He concentrates on what another person is saying. He's listening actively. Yes, he is listening actively in one to one. Okay? هيك بيجي الامتحان تقريبا. خلينا نروح على session two. احنا اخذنا session one سريع سريع لان already شرحناها من قبل. خلينا نروح على ورق session two. Session 2 عم تحكي عن الـ case study. What is a case study? Describe a simple or a complex situation. Case study, شو يعني case study؟ شو يعني قطعة؟ تكون عندنا قطعة تشرح حالة معينة. It is a representation of a real life or life-like situation. ممكن تكون عم تحكي عن قصة حقيقية أو قصة خيالية. يعني شيء مكتوب. It comes in different formats, text, video, or audio. يا مكتوبة يا أوديو يا إما فيديو. أوكي؟ هذا هو الكيس ستري أو هي هاي الكيس ستري. شو هو التكست؟ شو يعني تكست؟
It's a unit of authentic language that is spoken or written for the purpose of communication. يعني شيء مكتوب بلغة صحيحة الغرض منها الأساسي هو التواصل أو الكوميونيكيشن. شو أهم الأشياء اللي إحنا لازم نعرفها عن الكيس ستوريز؟ أول شيء the beginning of a case study is very important. أي قطعة ودائما حطوا هاي النقطة هاي ببالكم لأنه رح نحكي فيها كتير مستقبلا. القطعة أول جملة بأي قطعة وأول جملة بأي فقرة it is very important لأنه هي اللي بتحدد السين أو المشهد أو عن شو إحنا عم نحكي. يعني أنا أول ما نفتح هاي طبعا مش قطعة بس نفتر أنا كنت كاتبة عن case study, case study describe the simple complex situation معناها أنه أنتوا عرفتوا إحنا عن شو عم نحكي. We are talking about case study مظبوط. وفي وهي الجملة اسمها أو هي الجملة اللي ببلش فيها الكيس ستدي أو القطعة اسمها a topic sentence أو الجملة الأساسية. It is generally the first sentence in a paragraph. الجملة الأولى في الفقرة which contains the main point of the paragraph اللي بتحتوي على الموضوع الأساسي تبع الفقرة أو القطعة اللي موجودة عندنا. على topic sentence ولا على الامتحان؟ If you want to write an essay, مثلا لو انت بدك تكتبي عن قطعة معينة you need to put أو لازم تكونوا انتوا عارفين أجزاء الاسي. طبعا هذا الشيء رح ناخده في session 3 اللي هي introduction body conclusion. If you write an introduction أول شيء رح تبلشوا رح يعني دائما الأصح انه تبلشوا بتعريف الconcept اللي رح نحكي عنه أو المفهوم اللي رح نحكي عنه. نفترض رح تكتبي عن الكيس ستدي. They will say a case study is a written or listened or viewed text or viewtory story. It can be a live real situation or a lifelike situation. مثلا وتحطوا نقطة وبعدين بلشوا this essay will discuss the case study and the importance of a case study. هذا لو انتم بتقوم تكتبوا قطعة وهذا الشيء انا راح اعلمكم عليه بالمحاضرات الجايه لانه انتم في الامتحان you will be writing case studies بس انا بكون معطيكم already form جاهزه وواضحه فدون وري يعني ما تشيلوا هم هذا الموضوع بس مهم عندي انه تكونوا عارفين انه التوبيك سنتنس او الجمله الاولى بكل باراجراف هي اللي بتوضح الموضوع الاساسي اللي عم نحكي عنه. واضح؟ اوكي. Case study text describes the general situation and give examples. هلا مش أخبارك شامل والله شو عندك البي؟ لا والله يلا سألو فالcase study describes a general situation and give an example وبتعطي يعني مثال ممكن نعطي فيها أمثلة. Case study is often like a story يعني الموضوع بيمشي فيه بتفاصيل معينة. طيب من أهم الأشياء اللي حكينا عليها في session 1 إنه أنتوا you need to take notes أو to make notes when you read through a case study. So making notes means highlight the key information in a text and summarize the information to a fewer words. يعني أنتوا هلا أنا بشرح ممكن تلاقوا في شيء أنا كاتباه طويل فأنتوا تكتبوا نوتس. كيف سألتني؟ قالت كيف أنا أكتب essay؟ أو كيف أكتب topic sentence؟ you made a note على how to write a topic sentence. فهي مهمة كتير. إحنا if we want to make note, we need to take the key information in the text ونختصرها. يعني هي طبعاً بتكون قطعة كبيرة. فأنتوا بتاخدوا منها بس المعلومات الأساسية وتختصروها على fewer words أو كلمات أقل. شو يعني summarize؟ Summarizing is selecting the relevant key information from an original source and condensing information by using your own words. يعني بتاخد الفكرة الأساسية وتقللها لكلمات أقل. هذا تعريف summarizing أو شو يعني summarizing أو تلخيص. Okay. Writing notes mean turning a sentence in smaller units. يعني
تاجي؟ مين قال لك انه حديده؟ مين قال لك انه حديده؟ لا لانه هي عم تشرح منيح. لانه هي بتشرح منيح. هي بتشرح منيح. لا يعني هي المادة مش مادة انت كتبتي اسم هو مادة الالفي is tricky يعني خداع يعني مش شرط انت تكون لغتك قوية يعني مهم لغتك قوية عشان تنجح فيها بس مش شرط يعني لما بنقول حضور بالمعهد عندي عند غيري انا بحكي جنرالي حضور بالمعهد انا عم اعطيك التكس او الاسرار كيف رح تكتب بالامتحان يعني انا حرفيا قبل الميتر وقبل الفاينل بعطيك اوكي يعني كيف رح تكتب كيف رح تجاوب بس الفكره انت لو مش فاهم من الاساس شو يعني كيف تري لو مش فاهم من الأساس يعني communication لو مش فاهم من الأساس يعني topic tenses معناها يعني رح توصي عشان تحفظ هذا الكلام كله يعني بالفاينل في عندكم 9 قطع أنا بعطيكم ياهم بس أنت لازم يكون عندك يعني أنا بعطيك ياهم مكتوبين بس احفظ 9 أنت لازم ولا شيء 9 قطع لا اسي 50% عليه 50% من الامتحان عليه يلا باي. فقلنا اول شيء حكينا تعريف السمرايزنج بعدين قلنا انه نيد تو رايت نوتس نقلل الكلمه حكينا هيك when you are making notes it is better to use nouns نستخدم الأسماء العربي في فعل واسم بالإنجليش في noun وverb لازم نستخدم النونز أو الأسماء ليش؟ لأنه الأسماء يعني كلمة واحدة بتعطيك معلومات كتير مثل أول شيء خلينا نقول when we need to make notes at work and on a business study يعني الناس اللي بتاخذ notes بتاخذها بالشغل لما يكونوا بيحضروا لاجتماع لما يكونوا بيلخصوا وثيقة معينة بيسجلوا أفكار وذي gather information أو جمعوا معلومات في business study اللي هي مثل دراستكم هلأ عشان تضلوا متذكرين الأشياء عشان توضحوا أفكاركم وعشان تعملوا presentation وتتذكروا أشياء للامتحان أوكي؟ كيف تدون النوتس؟ use abstract notes اللي هي الأسماء المجردة وهذا الشيء بيكون عن طريق تقليل الجملة اللي بالparagraph باستخدام كلمات معينة مثل كلمة crisis أنا لما أقول لكم crisis أزمة شو معناها إنه في إنه we are facing في مشكلة برافو combine nouns with other words to make noun phrases نجمع ما بين هاي الأسماء وكلمات أخرى عشان نعمل جملة مثل need for urgent action وين الاسم هون وين النون عندي هون أي كلمة هي النون need for urgent action النون الاسم no action الجملة action لما أقول لكم action معناه لازم نتخذ قرار فلما نزيد عليه need for urgent action يعني لازم نأخذ قرار فعلي environmental crisis يعني في مشكلة أوكي كل هالأشياء اللي بدهم guys ما بدي تولعوا راسكم أوكي identifying the main points of a case study لا شو كيف إحنا نعرف شو هي النقاط الأساسية في أي case study In order to find the main concept in a text, you need to consider the text organized depending on the type of text. لازم نعرف شو نوع هذا text, business text, للدراسة, لproject, للشغل, أي كان. شو يعني concept أو شو يعني مفهوم؟ A concept is an idea, فكرة. It refers to key concepts, اللي هي المفاهيم الأساسية. هذا اللي بدي أعرفه عن الconcept. We need to highlight the main points. لازم يعني نتعلم على النقاط الأساسية. Text
tend to start with general information. لما تشي تبدأ قطعة أو فقرة تبدأها بمعلومات عامة، مو مرة واحدة بتفوت وبتحكي بالموضوع الأساسي، لازم تحكي بعموم بعدين تفوت على التفاصيل. The first sentence مرة ثانية. In each paragraph usually gives you the main idea أو الفكرة تبع الparagraph. والتكست عادة بيكون فيها شغلتين. أول شيء text usually have two main levels، فيها مستويين، high level generalization و low level generalization. شو هو ال high level generalization؟ اللي هو the paragraph describes the situation in general، اللي هي أي وحدة وين بتكون. Guys, describes the main situation. شو معناها أي جملة؟ الجملة الأولى بالparagraph. The low-level generalization develops the main points ومنحط معاها example. مثال عليها. High-level, it's a general statement about situation, events, or ideas in contrast with statement of details that are in the high-level. خلينا ناخد مثال عشان تفهموها بالضبط. مثلاً. Low اللي هو فتنا بالتفاصيل. خلاص دخلنا بالتفاصيل مع أمثلة. Details, yes, thank you. خلينا ناخذ مثال افهموه اكثر. To draw attention to the crisis, Cafe Direct has today launched a new report highlighting the environmental plight facing more than 6,000 smallholder farmers in Peru, who supplies Cafe Direct with high quality Arabica beans. Okay? The report is called Coffee Climate Crisis. It tells the story of how smallholders were confronted to torrential rain, flooding, and landslides. شو هو الـ high level أو الجملة الـ high level اللي موجودة عندنا بهي القطعة؟ اللي بتحكي عن general information. Cafe Direct has today launched a new report highlighting the environment. Environmental plight have facing more than 6,000 smallholders in Peru. Maybe the low level tells the story of how smallholders were confronted torrential rain, flooding, and landscape. هون اللي هي عم تحكي عن التفاصيل وإنه الناس بتعاني من المشكلة الـ flooding والآخر شيء. آخر شيء. أوكي؟ واضح؟ الهاي ليفل دائما تكون الجمله الاساسيه بتحكي، واللو ليفل تفاصيل مع امثله. اوكي واضح واضح. هذا سيشن 2 بس فهم. سؤال كيف راح يجينا؟ يقول لك مثلا يشيل هاي الهاي ليفل ويقول لكم describe the situation in general، يحط لكم اختيارات شو راح تختاروا؟ هاي ليفل low level يقول لكم، أو مثلا يقول لكم high level generalization develops the main points by examples and more details of the general situation. True or false? False. The high level أنا غيرت. The high level generalization develops the main points by examples of more details. تعملكم هيك. True or false؟ هتختاروا false. تمام؟ concept اختيارات. A concept is an idea. It refers to key concepts. These are the ideas which are general of the study of business. تختاروا concept. لا أحكي على الكويز مو الامتحان. أحكي الكويز اللي عندكم يوم الثلاثة أو اللي عندكم هذا الأسبوع. يوم الخميس. يعني كلكم عندكم هذا الأسبوع الكويز الأول. أوكي؟ كلكم الكويز الأول بسيشن. والله. كلكم سيشن 1 و 2 صح الكويز؟ وسيشن 1 و 2 بس. لا ما انت حنت السبت وانت كتير طب كلكم 1 و 2 بس صح؟ 3 مش داخل معاكم. انت حنت السبت. وكلكم في ناس عندها 3 عندها 1 و 2 و 3 معناها رح اعطيكم رح ابعثكم الفيديو تبع 3 على الجروب. في ناس داخل معها 3؟ انتوا معاكي انت 1 و 2 انتي 1 و 2 طب اوكي يعني انتوا هيك اوكي في الامان. انا اوريدي تربعت على الجروب فيديوهات 1 و 2 و 3
صح اللي طلبه مني في ناس قالت لي عنها فري. I agree. I agree بصراحة. يعني في انتراكشن، في اشياء هذا.